ما طعتك لبست الجاكيت برد يا مصطفى، كنت مني حلو كذا قبل الهواء، لا تلبس الجاكيت. طيب لا لبست الجاكيت لان الدنيا بردت. ما مفروض ما اخذ لك بجايم يا ماجد. سم مفروض هلا هلا بالفنان الكبير. هلا وسهلا. هلا حبيبي، كيف حالك؟ ماني بناسيلك انا ومصطفى، لازم ننتقم منك اعلاميا على التقليده الاولى ذيك. طيب ماجد، شو اخر الاخبار عندك؟ بكره المنتخب السعودي حيفتتح كاس العالم، شو الحضور الناس؟ قلت لي يعني بشوي حكيت معه، حكيت مع عيسى الجوكم، عم بيقولوا لي كانه موسكو يعني كانه العربان كتار. شوف مصطفى، فعليا فعليا تشعر وكانك في الرياض ولا في جده، وكانه المباراه ستقام. نتكلم عن نسبه وتناسب، عدد حضور جماهيري، عدد حضور اعلامي، لاعبين قدامى. مصطفى، عايشت كاس العالم حقيقه هذه من 94. نعرف انه على مستوى القياده من 94 و98 2002 2006 هناك اهتمام كبير وغير عادي، نتحدث عن قياده. لكن اليوم مصطفى، كواحد عايشت كوس العالم من 94 الى اليوم هذا، لم اشاهد بعثه سعوديه بهذا الحجم. تتكلم عن الجانب الجماهيري رقم واحد، الجانب الاعلامي رقم اثنين، مصطفى لاعبين قدامى اليوم، سعيد العويران، محمد نور، يوسف الثنيان، فهد الهريثي، ماجد عبد الله، عد من هنا الى بكره كل اللي لعبوا كؤوس العالم وغيرهم، الموينع يوسف والموينع منصور، اسماء كبيره جدا وكثيره موجوده في موسكو. نعم. يعني احنا نقول كل الدعم موجود. اليوم مصطفى على الاستاد الرئيسي اللي حيشهد الافتتاح، برضو أرضية الملعب شهدت اجتماع بين معالي المستشار ورئيس الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ وبين اللاعبين. كان في واضح، أنا سمعت مصطفى أنه قبل مباراة ألمانيا كان في نفس هذا الاجتماع داخل غرفة الملابس، اليوم يتكرر المشهد. هناك إصرار على أنه لازم نقدم شيء. نعم. حتى وإن كنت تلعب أمام روسيا على أرضها وبين جمهورها. أيضا مصطفى، جانب مهم شعرت من اللاعبين لما كنت في سانت بطرس انهم حاسين بقدر المسؤوليه او قوه المسؤوليه. نعم. لما يقابلني سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان قبل ما اطلع الى المعسكر الاخير ويطلب مني ان اقدم المستوى المطلوب، النتيجه والعلم بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو مطلوب مني يجب ان استغل هذه الفرصه. كل الأمور تقول أنه إحنا أوكي، لكن الله أعلم على أرض الميدان بكرة. نعم. إيش يصير. بس سؤال أخير على السريع، عدد الجمهور العربي والروسي والسعودي كبير؟ شوف أصلا مصطفى، أنت لا تتخيل حتى لما تتكلم مع الناس والشعب الروسي بطريقة أو بأخرى، تعرف أنا ثقافتي فرنسية لكن بطريقة أو بأخرى عن طريق جوجل ماب والترجم، تتفاجأ بأنهم هم نفسهم رغم انه كاس عالم. اوكي لا 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 لا، عمل فريز، راجعين ان شاء الله. لا لا.